اما الست خصوصا بقى اللي بتقعد طول النهار في دوشه وتكسير وبالليل تقول خليك هادي علشان بابا تعبان، تبقى فعلا ست عظيمه. اللي بتفضل تذاكر وتحفظ وتسمع والحافز ذاكر عشان بابا هيزعل، تبقى فعلا ست عظيمه. اللي بتربي وتوجه وتعلم الصح والهدف ان الولاد يشرفوا ابوهم، تبقى فعلا ست عظيمه. الست العظيمه دي بتكون محتاجه علاقه تحس فيها بالتقدير، بتكون محتاجه لعلاقه تليق بيها. ست عظيمه محتاجه علاقه تقدرها وتحترمها وتحتويها. بس صدقيني بقى يا ست الستات، لو العلاقه دي مش هتحسسك بقيمه وجودك فيها، لو مش هتلاقي فيها ظهر يسندك وشخص يدعمك، لو مش هتلاقي فيها دافع حقيقي للنجاح يدفعك، لو مش هتلاقي فيها زوج يفهمك، يكون صديق يكلمك، واخ يسمعك، واب تجري عليه من كل اللي بيوجعك، يبقى كل اللي انت محتاجاه ساعتها هو انك تنهي العلاقه دي مع الشخص ده وانت ناسياه، قبل ما تنسي نفسك معاه، مع شبه شخص في شبه علاقه وكانك عايشه شبه حياه.